السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة لاباس. الحصة تاع اليوم راح يكون معنا ضيف اللي هو عبد الكريم بوحارة. مرحبا بك الأخ عبد الكريم. شكرا شاف، مساء الخير عليكم، شكرا جزيلا على الاستضافة هذه. نقدم نفسي، أنا بوحارة عبد الكريم، إطار في الوكالة الوطنية للنفايات تحت وصاية وزارة البيئة. من بين مهامها أنها تعمل إلى استراتيجية وزارة البيئة وكذا. دونك اليوم ان شاء الله راح نديروا ان روسيت وراح نتكلموا على الموضوع تاعنا، راح يكون هو التبذير مجملا على عام كومبلي وخاصه في موسم تاع رمضان. ايوه هذا هو، هذه هي الوصفه تاعنا. نبداو بها نقول لكم راح نديروا اليوم ديليس تاع نواط كوكو. عندنا مكونات 3 حبات تاع بيض، عندنا 150 غرام تاع نواط كوكو، 150 غرام تاع سكر ابيض، شويه سوريز حوالي 100 غرام هكذاك، عندنا بمشور الليمون، فانيليا و25 غرام تاع الفارينه. هذه هي مغرفة كبيرة تاع زبدة. نبداو لاروسيت تاعنا، في نفس الوقت نتكلموا على الموضوع تاعنا. الله يبارك، الله يبارك. أول حاجة نبداو نطلعوا البيض باش نربحوا الوقت. هكذا تقدر تعاوني، أعطيني السكر. نعطيك السكر، تفضل. هكذا بسم الله. هكذا ثلاثة حبات بيض. ندير لهم 150 غرام تاع السكر، يعني تقدروا تقيسوا بالميزان ولا ديروا قيس 5 مغارف. حنا راح نديروا عندنا ميزاننا 5 مغارف هكذاك. بسم الله. هكذا تقريبا 5 مغارف، سي بون، ونحطوها تطلع. بسم الله. هكذا بسم الله، نحطوها تطلع. عبد الكريم روح منا. الله يبارك، شكرا شاف. هكذا خلوها تطلع ونجي نقصروا معنا في نجي نقصروا معكم في الموضوع تاعنا. أيوة. بالنسبه للموضوع تاع التبذير، انت في رايك علاش نلحقوا باش الانسان يبدل يشري بزاف وما يكونسوميش؟ انا نظن هي من جهه عامه، خاصه في رمضان كما يقولوا بالعاميه، ناكلوا بعينينا بلا ما نشريوها فيها. لذاك من اهم الاشياء انه مقبل الانسان ما يشري احسن، يعني تعمل يمتيت ليست هكذا، يجي حاجه في الدار ويعاود يروح يشريها، ومن ذاك يقابل اللي عنده جعفايس ما يجي يكونسومي الاولى، الاخرى تكون خسرت. هذه هي، تسمى لازم يكون التنسيق ديجا مع الاول. كي يجي خارج الصباح قال فوالا ها واش عندي في الدار، ها واش يخصني ونشري. هذه الحاجه الاولى تقريبا. وبوكو بليس كما قلت، ما يبداو يتشاهاو، ما يقولوش يجيب برك اشري برك، هذا خبز، هذا كذا، مع الاخر ما يكونسوميش، يغدو ان شاء الله ما يكونسوميش تاع البارح، ما يعاود يجيب حاجه جديده. هذا تقريبا المشكل اللي في رمضان. هذه في رمضان، بصح العام كومبلي مازال كاين تبذير، ما كاش في رمضان برك. هو عامة في العام كامل، كل سنة فيه زيادة في كمية النفايات. هما تقريبا تبذير وين يكون بزاف؟ كما في كل النفايات، اسكو يكون في الخبز ولا في النفايات مجملا؟ نفايات مجملا هي تكون فيها اكثر، لكن بالزياده تكون بزياده الخبز هو اللي يكون بزياده، كما معروف بزيادة. هذا النجمه، هذه هلال، هذا خبز طويل باكيت، ابسوليمو، هذا هو اللي تزيد. بالنسبه للنفايات، اسكو تقدروا تعاودوا تخدموا بهم حاجه جديده ولا عندكم تما وين تكونسوميهم ولا راهم يروحوا خساره؟ حنا مجرد وكاله، حنا نوجهوا، حنا من بين المهام ديالنا تاسيسيه للوكاله. تسمى انتم الارشادات. اكزاكتومون، نعملوا في المجال التوعوي والتحسيسي. لذاك على الجمهور العريض نقدموا نفس الانسان. نعاودوا نرجعوا لراسيت تاعنا بالطبع. هنايا البيض تاعنا طلع، ما نخلوش يطلع بزاف بزاف، هكذا يطلع شويه برك. بسم الله. نجيو نزيدوا له، عندنا هنا كما قلنا نواط كوكو 150 غرام، نزيدوها كامل، نزيدوا مع السوريس 100 غرام هكذا، ونخلوها تعاود الدور. نعود للموضوع تاعنا اخ كريم. نعم تفضل شاف. قلت لي بالنسبه للارقام، اسكو احنا في الجزائر يعني في البلاد تاعنا عندنا الاليات باش نعاودوا كما يقولوا نستثمروا فيهم؟ بالطبع. اسكو راهم متوفرين؟ متوفرين، لكن مش بالكميه اللي ماشي على حسب الفايده بزاف، لكن موجوده، البدايه موجوده، لاباز موجوده، فيه شركات، فيه مختصين في الرسكله، في تاع في تثمين النفايات طبعا، فيه تاع البلاستيك، فيه تاع الكرتون، فيه المواد العضويه ثاني. هذا هو من بين الاشياء هذه نشجعوا من خلالكم الخاميره الشركات الوطنيه ولا شركات خاصه؟ بالطبع شركات وطنيه، وكاين شركات مختلطه اللي فيها سجال، فيها تمويل مثلا، اللي فيها شراكة دولية، لكن فيه شركات وطنية بالطبع
فيه خواص وفيه عمومي كذلك. بسم الله. عندي لهنا زاج تاع الليمون، لافاني ندير لها شويه، وحوالي 25 غرام تاع هكذاك تاع الفارين هايلك، قول مغرفه كبيره معمره مليح، نزيدوها ندورها غير شويه نحبسو، نخلوها على الدور. نعاودو الاخ عبد الكريم. نعم نعم. شوف اسكو عندكم مثلا ريفيرونس على الديفيرونس بين الايام العاديه ورمضان؟ شحال بورسونتاج شحال يطلع؟ هي عادة هي كل شهر تقريبا 1.12 مليون طن شهريا، لكن لكن في شهر رمضان تزيد 10%. تسمى 10 خطرات كونسوماسيون ابسوليمون تزيد، وفي نفس الوقت تسمى يزيد معها التبذير. ايوا التبذير، ويزيد المصاريف تاع الانسان تزيد له. عادي يعني باش تشوف لذاك كما يقولوا احنا في رمضان الاغلبيه كل المواد تزيد، السعر تاعها يزيد، في نفس الوقت المواد راهي تزيد وهكذاك، يعني التبذير ما ينقصش. ما يقولوش تما الناس يعاودوا ينقصوا قال مثلا المواد ولات غاليه شويه، يبقى الكونسومسيون زياده تسمح بالحق نبدلوا 10 خطرات. 10 خطرات كل هذه الاحصائيه اللي عملناها في الوكاله الوطنيه للنفايات باطارتها الشابه ما شاء الله، لذاك زادت 10. لاحظنا السنه الماضيه 2020 زادت ب 10%، يعني شيء مشكل كبير. باسكو علاه حنا نشكيو من الغلاء الاسعار في رمضان، في نفس الوقت النفايات راهي تزيد. شلون ما كاينش المنطقه لهنايا، نورمال غالي يكون اسعار غاليين، واحد ماشي يقدر يشري بزاف ما يكونسوميش، لكن اللي يعس يشري. لذاك لذاك من 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 الباب الاحسن الانسان يسترشد في في اقتناء الحاجات، يعمل ليست. هذه من احسن الحاجات ديالو، تسمانه كومبليت تقدر يخلصها. هذا هو. نعاودوا للوصفه تاعنا، هاكا نحبسوها، بسم الله، شوفوا كيفاش ولات. نعاونك شاف نعاونك، قول لي برك دوك نقول لك. عطيني المول تاع السيليكون، افتحت لقى مول تاع السيليكون ابيض. نقول لكم قبل كيفاش خرجت لاباط، جات عطيني مغرفه كبيره نسهلوها لهم. ما هاي اللي كيفاش تخرج، خرج طريه ما تخلوش تحكم روحها بزاف. دونك الا مثلا البيض كان صغير شفتوا هذا شويه حكم روحها، زيدوا لها حبه بيض. دركا بسم الله، لا مغرفه عاديه عاديه سي بون، عاد رجع كلش. ايوه دركا نعمروا الليمول تاعنا حتى نلحقوها النيفو الفوقاني شويه، نخلو واحد 2 مليمتر هابطه باش واحد تقونفلي شويه فيها البيض. دونك نعمروها هكذا بسم الله، هذا لازم نعطوا لها شغل فورم شابه باش كحت تبقى بلا فورم هذيك. هكذا نحطوها تقريبا، هذا هو اللون تاعها هكذايا. نزيدوا واحده اخرى تشوفوها معنا، النور نتاعها هكذا. حنا واش نديرو، نكمل نعمروهم كامل وندخلهم يطيبوا 180 درجه حوالي 20 دقيقه، يتنفخوا شويه يتحمروا ويدوا لاكوش التحميره هذيك، يتشقوا شويه نحبسوهم نحوهم من الفرن مباشره الكونجيلاتور واحد السويعه باش نخرجوهم ونجيو نشوفوهم معنا كيفاش نكملوا لاروز تاعنا، ونعاود نولوا نكملوا ثاني في الموضوع تاعنا مع عبد الكريم. الله يبارك. نروح الفاصل خفيف نعاود نولوا. الله يبارك. عاودنا نرجع لكم من جديد، اخ كريم نكملوا لاروسيت تاعنا. الله يبارك. هاي لكم بعد ما طابت هنا شوفوا كيفاش تخرج محمره، سي بون نخليها في الكونجيلاتور تبرد مليح، نحيوها من المول. دوكا نجيو نكلاصيوها، عندي لهنا با ماري وشيتو راه سخون، نجي ندير له شوكولاته بيضاء، بسم الله. هكذا. بسم الله. نجيو نديرو تقريبا على حسب الكمية هادية. واحد 150 غرام يتم تكفي. هكذا نفرغوها هكذا سي بون، نبقاو نحركوها باش تدوب الخف. هكذا نعاودو نغلقوها، عندها لاية هنا نتبعوها باش تغلق هكذا سي بون. نروحو نحركو الشوكولاتة تاعنا، بسم الله. جيم غرفة ونحركوا حتى تذوب. اخ عبد الكريم كما كنا نتكلموا من قبيل، واش تقدر تعطي لهم مثلا حلول باش هما في نفس الوقت يكون عندهم الفايده ديجا قبل ما يخرجوها يقدروا يعاودوا يسكنوها في الدار برك؟ طبعا يعني اشياء سهله، نعاودوا نرجعوا للماضي القريب من والدينا واش كانوا عندهم الحبس في
في لي بالكون في الدويره ولا شي حاجه هذاك ما تنمشي يقدروا يديروا فيها واش يديروا بها الاشياء المستلجعه مثلا الطوماطيش الفلفل اللي تقابلها قشور البطاطا القشور تاع البيض كامل يقدروا يعاودوا يستعملوهم بالطبع يعاودوا يخليهم لمده معينه تعاود وكيفاش يديرهم اسكو يجفوهم ولا كيما يخليهم دوزان بو هكذايا ويخليهم لمده معينه وبعد ذاك كيفاش يخلوهم يخلوهم يخلطوهم مع التربه مع التراب ويرموا عليهم شويه الماء هكذا باش يكونوا يميد يخلوهم وحدهم وحدهم بالطبع ومن بعد باش يديروا دوزان باك هكذا صغير وبعد ذاك لما يولي رمادي يولي ما والو لانه هذوك اللي الدود هذاك ياكل كل هذاك المواد العضويه هذيك ديالها يعاود يولي السماد هذا هو اللي يقولوا له بيو هذا هو الغالي لذاك نشجع من هذا الباب هذا هذا تسمى شو ناتي 100% ما في حتى لي برودوي شيميك بالطبع هذا احسن من مثلا تروح تشريه من اماكن اخرى اللي فيها مضافه الى هاكمه وانت راك تستعمله وانت راك عارف واش راك رميت مثلا الورده ديالك ولا الشجره ديالك في الجنان ولا حاجه بالطبع هذا هو من هذا الباب عندنا نعناع تما حيأثر على الكوتي حكيم يقول بالطبع حيأثر في الريحه تاع النعناع في الكوتي تاع المعدنوس دو بريفيرونس تستعمل تما هذه وهذا يؤدي بالطبع يؤدي الى تقليص مثلا الحاويات تاع النفايات لما احنا نقصوا لك حاجات نقصت في النفايات نقص هذيك الشاحنات ما تعملش كلوزير فوارحين جايين تنقص في الردم التقني في الاماكن تاع لي سيوتي اللي معروفين وين نرموا المثال تاعنا ان شاء الله ياخذوا معلومات ان شاء الله ان شاء الله ونعمل ذلك كما يقولوا نعم هكذا الشوكولاته تاعنا راهي دابت سي بون طفي عليها نجيبوها اللي حنا باش نخدموا بها هنا نعاونوك شاف قلنا نعاونوك نعم اعطيني شويه برك تاع الزيت الله يبارك شويه برك تاع الزيت هكذا تفضل شاف زيد فضلك ندير لها شويه برك تاع الزيت حاجه خفيفه يا ربي مغرفه صغيره سي بون هكذا راك لافيك صحيت شكرا نخلطوها على سير بلاص هكذا تقدر دير شويه لوز كونكاسي زيد لي هنا شويه لوز هاك مغرفه دير غير بشويه قول لي برك الكميه باش ما نهلكوهاش لا لا دير مغرفه برك شويه ما نبقاش هكذا راح دير نقولوا مغرفه كبيره هكذا هذا كامل داخل كلها حطها كومبلي نخلطها وتبان باسكو نزيدها ولا لا لا ايوا تقدر تزيد شويه مغرفه شويه بهذه الكميه هذه هكذا تقريبا نحطها ايوا سي بون نجيو نكلاصي والحلوى تاعنا هكذا بسم الله دركا نجيبو فرشيطه فوالا نجيبو الحبه تاع الحلوى تاعنا نحطوها في فرشيطه هكذا ولا تغمسوها ديريكت من الداخل زعما تغمسوها هكذا عادي نورمال تغمسوها تدخل مليح ومن بعدك الفرشيطه ضربوا شويه الفرشيطه باش تهبط زياده هكذا نحطوها في ورق زبده ونزينوها مباشره بحبه تاع لوز محمص ولا ورق الدار كما حبيتوا فيدور نحطوا حبه هذا باش تلصق ديريكت هومو سي بون نكملوا نخدمهم كامل هكذا ونخلوهم يبردوا ونجيو نشوفوا الحلوه تاعنا في صحن التقديم دوكا تقدر انت دير وحده ايوا هكذا كاك شايفين شاف ها راح دير هذه يا باش ما نقولوش فيها بسم الله كلها راح هيا بسم غمسها الله. لداخل غمسوها هكذا هكذا غمسها مليح عادي شغل دخلها مليح داخل الكلاصاج ايوا دوكا ارفدها حطها بالفرشيطه ولا ارفدها بالمرفق أعزائي المشاهدين نرجع لكم من جديد حلوة تاعنا راهي واجدة قدامكم كان عندنا وقت جد ممتع مع الأخ عبد الكريم نتمنى إن شاء الله كانت عجبتكم العروسات واستفدتم من المعلومات اللي طرحهم عليكم يعطيك صحة شاف يعطيكم صحة سميرة تي في على الاستضافة القيمة هذه بارك الله فيكم إن شاء الله ماشي المرة الأولى ولا الأخرى إن شاء الله إن شاء الله تزيد زورنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذه نتمنى إن شاء الله حلقة اليوم كانت عجبتكم نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله السلام عليكم صحة